تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى يوم 14 من أكتوبر الجاري. وللمزيد من التفاصيل معنا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم هو اليوم الثاني للهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024. منذ صباح اليوم من 9 صباحا وتستمر حتى 5 مساء فتحت الهيئة الوطنية أبوابها وجلس المستشارين وأيضا اللجنة الخاصة باستقبال أوراق المترشحين هنا من خلفي على هذا المكتب في انتظار المتقدمين للرئاسة بشكل عام أو للانتخابات الرئاسية القادمة. لم يختلف الوضع عن أمس، فبالأمس أعلنت الهيئة إغلاق اليوم الأول بدون تقدم أي من المرشحين المحتملين، ولم يختلف الوضع اليوم أيضا فلم يتقدم أحد حتى الآن. ولكن يعني دائما ما نتحدث معهم بينما نحن هنا في الهيئة الوطنية للانتخابات عن آليات ترشح والمؤهلات التي يجب متوفرة في المرشح المحتمل يتقدم بأوراقه، وبالطبع هي نص عليها الدستور وأيضا جزء منها خاص بالقوانين المتفرعة من الدستور، من أن هذا الشخص أن يكون مؤهلا لقيادة جمهورية مصر العربية ألا يقل عن 40 عاما، وأيضا أن تكون الصحيفة الجنائية الخاصة به لا يوجد بها أي أحكام سابقة، أن يكون مصري الجنسية، أبوين مصريين ولم يحصلوا على أي جنسية أخرى، أيضا الزوجة عليها ألا تحصل على أي جنسية أخرى. أيضا هناك الأوراق الخاصة بالمترشحين وهي الخاصة بالكشف الطبي، هذه من أهم الأوراق. وبالطبع هناك طريقتين للحصول على التأهيل الخاص بالتقدم للترشح، إما 20 تسكية من مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، 1000 توكيل من كل محافظة منهم على الأقل. بالطبع رصدنا المرشحين المحتملين الذين أعلنوا عن نيتهم للترشح للانتخابات وهم في الكشف الطبي في عدد من المستشفيات التي تم تحديدها بالفعل عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات، مستشفى زايد التخصصي أو مستشفى العاصمة أو معهد ناصر، رصدناهم وهم بالطبع يؤدون الكشف الطبي الخاص، بعض منهم بعض آخر ما زال يسعى للحصول على التوكيلات، وبعض آخر ما زال يسعى للحصول على التزكية، لذلك في انتظار نهاية اليوم وبالطبع في انتظار نهاية العشرة أيام ليتم الإعلان عن المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية 2024. نعم كريم بيبرز، شكرا جزيلا لك من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.